السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة محجوبة أم فاروق. هذا النهار هذا فضلت ندير معكم أكلات الفلافل اللي تخوبون وبواشيش تتسل وبيان ميلانج أبيك بواشيش الفاف بواشيش والحمص والفول. المهم أنا درت مع هاد لاصوص اللي كيمشي معهم، وكتقدر تمشي حتى مع لاصوص ديال السوزان الجنجلان، تمشي مع لاصوص ديال الجنجلان حتى هي الا بغيتوها قولوا لي ونديرها معكم ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه محجوبه مفارق. هاد النهار عندي واحد لاغوسيت غندير فيها ان شاء الله. عندي الحمص اللي هو البواشيش، وعندي بصيله مويان اونيو مويان، عندي ان تي بو دو بيرسيل بلا يعني المعدنوس شويه، واحد الجرويصات ديال الثومه، وعندي معلقه ديال البيكان باودر، وعندي معلقه كبيره ديال النشا الذره يعني مايزينا، وعندي شويه البزار وشويه ديال القزبر حبوب مطحون وشويه الملحه. وغنبدا معكم لاغوسيت. هنا غنديروا البواشيش يطحن، غير تطحن غير واحد شويه، ماشي ولي بحال لابوري مي Vous voyez comment je veux faire. Là, je le mets ici. Je vais le partager en deux fois. On va le rejoindre comme. أنا هنا طحنت الطحنة الأولى هي هذه، وزدت الطحنة الثانية، وهنا هذيك البصلة مويان غنحط شوية البصلة هنايا، وواحد دايرة واحد جوج دريسات ديال التومة هما هادو، وشوية ديال المعدنوس، ونخلي شويه الطحنه اللي باقا ليا. وغتكون كل طحنه طحنوها ديروا فيها الزبر وشويه البصله. انا دايره رابعه ديال الحمص، درت واحد البصيله مويان. ها هي الطحنه طحنتها مع الثومه والبصله، ودركا غادي نخليها هنايا بهذه الطريقه. من بعد كلشي غيتخلط بعد الطحنه الاولى الثانيه اللي من بعدها بهذه الطريقه هذه. وغنرجع معكم. هنايا انا غنطحن الطحنه الاخيره حيت قسمتها بليزيو فوا. ولا عندكم الاشواق كبيره ديروا كلشي خطره. انا راه دايره 250 غرام 250 غرام دو بواشيش، 250 غرام ديال الحمص. هنا هذه الطحنه الاخيره، كلشي تطحن في دقة واحدة. هنا البنات كيما طحنت الحمص هو هذا، غادي نخلطو قدامكم نطحن مع البصلة والمعدنوس. هنا عندي بيكربونات دو سود او بيان la levure chimique. Moi, je fais une cuillère de la levure chimique, une grosse cuillère de maïzena, blast la levure chimique. Tu peux faire même le soda, des melka, du kouzbar ghabra, coriandre, une cuillère à café, le sel chacun à son goût, le melk à la sab ghabra. شويه ديال البزار، واللي بغى يدير فيه حتى الكمون يديرو، انا ما درتوش. فوالا ونخلطوا هذا الشيء مزيان، غنحيدوا هذه المعلقه وغادي نخلطوه بحال هكا. خلطوه مزيان هكا، درت هاد لابول صغيره مي سي با غاف. فوالا هي تخلطات بهذا الشكل هذا، كلشي تخلط، الحمص كامل تخلط مع بعضو. نرجع معكم من بعد ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات، الحمص اللي طحنتو انا كنديروا القيمات بهذه الطريقه هذه بحال هكا.
كنديروا البيمات كنجمعوه في الاول هكا قبل ما نديروا البيمه يابخي كنلولبوه وكنحطوهم كاملين يابري كنبقاو نهزو ونوركو عليهم بالكف تاعنا هكا. هي بصراحه كاين واحد المول سبيسيال كيديروا بها انا ما موجوداش عندي كنديروا ليه بحال هكا بهذه الطريقه هذه وكنحطوها كوتي حتى نكملوا كاع الكميه اللي عندنا وغدا نرجع معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم نعاودوا هذه نعاود واحده اخرى. الحاجه المهمه في هذا البواشيش هذا الحمص هو ملي كتطبطبوه 12 ساعه كيخصكم تسقطروه مزيان من الماء كاع الا ما تسقطش مزيان تنشفوه فشي سربيته ولا شي حاجه هكا من سيرفيات اتلفو سيشي بيان كوم الفو كوم سا تي في لا تورني سور لو كوتي بور كي ريست با اوفير فوالا جو اجوتي لا دوزيام ان شاء الله كوم سا وبهاد الصبع هذا كتجمعوا ليها الجنب حيت هو ما مطحونش بحال الطحين هو كيبقى شويه حرش ولكن كيجي هائل غادي تشوفوا في الاخر ديال الفيديو كيفاش غادي يكون. هنا البنات غندير واحد شويه لاصوص كيمشي مع هذيك الفلافل. هنا عندي ياغورت ناتور ودرت واحد نص معلقه صغيره تاع الملح وهنا غادي نحك الخيار كيجي واحد لاصوص كتجي زوينه كتمشى مع فلافل او ديروا لاصوص بالجنجلان ولا بغيتوا لاصوص ديال الجنجلان قولوها ليا نصوبوا معكم ان شاء الله. فوالا انا حكيت هذا غادي نحتفظوا عرب الخيار الماء ديالو لا وهنا غندير شويه ديال الفلفل الاسود ان بو دو بوا فوالا ياغورت ناتور لي كونكومبر اون ميلونج بيان كوم الفو ونغطسو فيه المرصو ديال الفلافل وناكلوه شهيه طيبه ذوقوا وجربوا هذا يمشي مع كل شيء ساندويتشات حيت هذيك فلافل كدار حتى في ساندويتش داك الخبز اللبناني داك الرقيق كيجي معاه. فوالا هذه لذيذه ما شاء الله.